الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة مورا سوفت. أنا سمير جمال. إن شاء الله ده الدرس رقم 32 من كورس إنشاء برنامج المدارس بلغة البي اتش بي مع استخدام فريم ورك لارافيل. في الدرس السابق الحمد لله قدرنا إن احنا نعمل انسيرت في الفواتير، إن احنا نعمل فاتورة رسوم على الطالب سواء رسوم دراسية أو رسوم باص. إن شاء الله في درس النهاردة هنعمل أبديت على الفاتورة وعملية ديليت على الفاتورة. وعايز اقول لك لجزئيه مهمه جدا عايزك تنتبه ليها، موضوع انك تعمل تعديل على فاتوره او تحذف فاتوره ده بيكون موضوع حساس جدا فوق ما تتخيل. معنى ذلك الشخص اللي هياخد البرميشن ده لازم يكون مش اي شخص ان هو يعدل على فاتوره ويحذف فاتوره، لان طبعا احنا بنتكلم على مبالغ ماليه واثبات مبالغ ماليه، فما ينفعش ان يكون السيستم بتاعك بسهوله كده ان هو يقدر يحذف فواتير وان هو يعدل على فواتير. فبالتالي عمليه البرميشن دي لازم تكون دقيقه جدا، مش اي شخص يحاول ان هو يعدل على الفاتوره. فحاول تنتبه دايما لو هتيجي تقعد مع عميل في وقت من الاوقات ما تبينلوش ان الموضوع سهل وايزي وممكن الفاتوره تتحذف وممكن يتعدل عليها او الكلام ده كله. طيب قبل اي حاجه حبينا نعمل حاجه هتريحنا لقدام شويه. ايه هي؟ لما كنا بنعمل مايجريت فريش ونعمل ننظف الداتابيز كنا بنضطر ان احنا نعمل ايه؟ نسجل المراحل الدراسيه، الصفوف الدراسيه، الاقسام والطلاب والمعلمين واولياء الامور، عشان كان بياخد وقت طويل مني جدا. طيب ايه الحل ده يا باشمهندس؟ طبعا انا في الدرس السابق قلت ان في دي تاسك الناس تعملها ان هي تعمل سيدر في الداتابيز، فانا بشكر الناس اللي تواصلت معايا وحلت التاسك، والناس اللي ما حلتش التاسك تعال نشوفه في درس النهارده زائد الدرس اللي احنا اتكلمنا عليه عمليه الابديت والانسيرت. طيب في البدايه الاول تعالى كده نشوف احنا عملنا ايه في السيدر. لو رحنا على السيدر طبعا انا عملت هنا اول جزئيه، تعالى نمشي بالترتيب. المفروض دلوقتي انا عندي يوزر، انا انشأت يوزر في البداية كده خالص، يوزر نسميه مثلا ديفولت كده، سميت النيم سمير والايميل والباسورد وعملته اول حاجة. طيب يبقى اذا دلوقتي انا كريت اليوزر بتاعي السيدر عشان مش كل شوية ان انا اقعد اعمل ريجيستر في الداتابيز. ده رقم واحد. طيب رقم اتنين تعالى كده بس افتحها بترتيب الداتابيز عشان تقوين. طيب رقم اتنين رحت انشأت الايه الجريد اي دي اللي هي المراحل الدراسية، شكل المراحل الدراسية ده الجريد اهوت، ده المراحل الدراسية. أول حاجة أنا بقول له هنا احذف لي أي حاجة من الداتابيز لما أجي أنفذ الأمر بتاع السيدر. وبعد كده عملت الري، عملت الإنجليش والعربي، قلت له المرحلة الابتدائية الإعدادية الثانوية، وبدأت أنا أعمل فوريج عليهم عشان ياخد النيم ويحطهم في المراحل الدراسية. طيب بعد إيه كده يا باشمهندس؟ طبعًا امشي بالترتيب، خد بالك الترتيب مهم جدًا في عملية السيدر. لازم تكون فاهم كويس لان السيدر احيانا حاجه مبنيه على حاجه، فما ينفعش الحاجه الاولانيه تبدا قبل الثانيه وانا محتاجها في الخطوه اللي بعدها. فبالتالي اللي هيحتاجه الاول هو دايما يكون البدايه، وبعد كده اللي بيكمل هو اللي بيكون تحته. طيب انا دلوقتي انشات المراحل الدراسيه، عايز انشئ الايه الصفوف الدراسيه، الصف الاول الثاني الثالث الكلام ده كله. رحت هنا على الكلاس روم، هنا الكلاس روم بتاعي، عملت الصف الاول الصف الثاني الصف الثالث، وطبعا احنا بنشتغل ترانسليشن وعملت الترجمه بتاعتي. طيب لا لاحظ هنا حاجه، انا طبعا هنا خدت النيم هيبدا ياخده من نيم هنا، والجريد اي دي قلت له انا عايزك تروح على جدول الجريد المراحل الدراسيه هتبص عليهم وتعمل لي راندوم للاي دي، هات لاي اي دي عشوائي ما ينفعش ان هو يتكرر يونيك، يعني هو هيجيب اي مرحله بمزاجه هو، كل ما انت بتعمل سيد مره في مره في مره هو بيعمل حاجات عشوائيه. طيب ايه ثاني يا باشمهندس؟ بعد كده رحت عامل الأقسام الدراسية، أدى الأقسام الدراسية أ ب ت، وبرضه نفس القصة عملت عملية اللوب، وبعد كده الستيتس خليتها واحد، وبعد كده قلت له جريد أي دي روح على الجريد أي دي، وروح هنا على الكلاس روم حط لي الأي دي عشوائي. طيب إيه اللي بعد كده؟ بعد كده رحت عامل دي طبعا كانت موجودة قبل كده، الجنسية وفصيلة الدم. طيب وطيب إيه تاني اللي عملته يا باشمهندس؟ عملت البيرنت اللي هي اولياء الامور. طبعا اولياء الامور كانت يعني كانت في هيدك كبير جدا عشان اكتب ولي الامر، كنت اكتب معلومات الاب ومعلومات الام، فكان فيلم وليله طويله قوي يعني. فمن هنا عملت البيرنت اي دي اهوت، طبعا ثبت اي اسم اهوت، ثبت الاسماء اللي تعجبك اهو، اكنك بتعمل انسيرت في الداتابيز عادي خالص، وبيبدا ياخد حاجات عشوائيه على حسب الايديهات اللي انا رابطها معايا والامور كلها تمام. طيب ايه باشمهندس تاني؟ بعد كده رحت عامل الستودنت اللي هو الطالب، عملت نفس القصة طالب يكون
طالب عادي كده سميته اسمه احمد ابراهيم، مش عارف ليه معلق معايا احمد ابراهيم، وبعد كده حطيت له البيانات اللي هو محتاجها، وبعد كده عملت انسيرت في الداتابيز. في الحاله دي كده دلوقتي ان شاء الله لما نيجي نشتغل قدام ونعمل مايجريت فريش للداتابيز، مش هنحتاج ان احنا ندخل مراحل دراسيه ولا الصفوف ولا الاقسام ولا ولي الامر ولا الطالب، هو هيعمل لي الخمسه دولت، ويعتبر دولت اكبر خمس تابات. ما اقعدش كل شويه ان انا اكتب اوفر على نفسي مجهود ووقت عشان وقت الفيديو، زائد ان ده هيوفر عليك لما البروجكت بتاعك يخلص في وقت من الاوقات. واحد ممكن يقول لك انا عايز ان انا اجرب البرنامج، فما يضطرش ان هو يقعد يسجل الاسم والمرحله والكلام ده كله، لا هو بيعملها له ديفولت كده. طيب اللي هنعمله ايه النهارده يا باشمهندس؟ تعالى كده نرجع ورا شويه ونشوف ايه اللي احنا عملناه في الدرس اللي فات. الدرس اللي فات ان احنا دلوقتي كنا في الرسوم الدراسيه، طبعا هنا كنا بنضيف رسوم دراسيه اللي هي رسوم دراسيه او باص. تعالى كده نضيف حاجه النهارده عشان نشوف ايه اللي احنا هنعمله. طيب انا عندي هنا رسوم دراسيه، دي برضو نفس القصه ممكن تعمل لها سيدر بس ما انصحش يعني، لان ديت احيانا رسوم دراسيه بتبقى متغيره والكلام ده كله، فمش حابب ان هي تعمله. وده الترجمه بتاعتها، قلت مثلا هنا الراجل ده 15,000. تمام. هنا عندي المرحله الابتدائيه، اخترت الصف الاول وقلت له هنا على سبيل المثال. طيب اتاكد بس ان الطالب بتاعي في انهي مرحله عشان ايه اظبط له الرسوم بتاعته مره واحده يعني. احمد ابراهيم ده بس نتاكد هو في انهي مرحله، هو في الصف الثاني. خلاص يبقى احنا خلينا نشتغل على الصف الثاني، وقلنا له 21 دي رسوم دراسيه. حلو قوي، دي رسوم دراسيه 15,000 ايا كان يعني. تمام. طيب ايه تاني عندي يا باشمهندس؟ عندي رسوم باص، وده الترجمه بتاعتها. رسوم الباص مثلا سي مثلا 2000 جنيه مثلا على سبيل المثال، والراجل ده في المرحله الابتدائيه في الصف الثاني 21، ودي رسوم باص. حلو قوي، لغايه الان ده اللي احنا كنا بنعمله في الدرس اللي فات، بنضيف ونعدل وامور كلها تمام. طيب هاجي هنا على الطالب، اخترت الطالب احمد ابراهيم، عايز اعمل عليه فاتوره رسوم. حلو، كنت باجي اقول فاتوره رسوم. حلو، بيسالني احمد ابراهيم انت عايز تعمل عليه، قلت له انا عايز رسوم دراسيه 15,000، ورحت كاتب هنا قيمة رسوم دراسية للعام، عملت إدراج الراجل ده هيركب باص، على حسب ممكن يركب باص وممكن ما يركبش باص، هيركب باص ب 2000 قيمة كذا، ونعمل انسيرت في الداتابيس. طيب عدلنا شوية حاجات في الداتابيس برضو تسهيلا لل الوقت علينا، زائد ان في اقتراحات بتجيلي من الناس انا بحب ان انا اسمعها، فتعالى نشوف ايه التعديلات اللي احنا عملناها في الداتابيز عشان نكون فاهمينها. طيب في البداية تعالى كده نروح على الريبوزيتوري، نروح على الفيس invoices. حلو، ده كنا في الدرس اللي فات كنا بنعمله في جدول الفواتير، ودي الامور كلها تمام. طيب ايه اللي اختلف عندي يا باشمهندس هنا في جدول الطلاب، حسابات الطلاب؟ طبعا دلوقتي الطالب هنا لو جينا نروح على الستودنت اكونتس، غيرنا شويه حاجات فيه شويه. ايه هو اول جزئيه؟ حطيت التاريخ بتاع الحركه، دي رقم واحد. اتنين، حطيت الطيب، يعني لان حسابات الطالب ده هيدخل عليه ايه؟ هيدخل عليه حاجات زي ايه؟ هيدخل عليه فواتير رسوم دراسيه، حلو قوي. هيدخل عليه ان هو دفع فلوس، فديت هتبقى مثلا هنسميها سندات القبض. هيدخل مثلا عليه سندات صرف، ممكن يدخل عليه حاجات كتير. فانا دلوقتي عايز ان انا احدد الطيب بتاعي ايه اللي داخل. هل مثلا في حسابات الطالب لما دخل عليه الحركه دي، الحركه دي كانت فاتوره ولا سند قبض ولا سند صرف؟ طب باشمهندس سؤال بسيط، انت ليه بتجيب سند الصرف؟ طب القبض وعرفناها ان المفروض ان على سبيل المثال انا كمدرسه هقبض من الطالب، طب انا ممكن اصرف له فلوس؟ اه ممكن تصرف له فلوس. ازاي يا باشمهندس ممكن اصرف له فلوس؟ مدرسه ايه اللي بتصرف؟ اقول لك واحده واحده. تعالى كده نفترض النهارده انت عندك طالب رسومه الدراسيه 10,000 جنيه. حلو قوي، جه الراجل ده دفع لك 5,000 جنيه في الترم الاول، كلام جميل لغايه الان والدنيا حلو، وجالك في الترم الثاني، انت مدرسه خاصه مثلا على سبيل المثال، وجالك في الترم الثاني قال لك معلش انا مش هكمل وهسحب، انا هسحب من المدرسه مش عايز اكمل. حلو، فعليا قدامي على السيستم الطالب مدين للمدرسه ب 5,000، هو عليه 5,000 جنيه لسه. طب الراجل ده اصلا فعليا مش هيحضر الترم الثاني، يعني معنى ذلك ان حسابه لازم يتقفل. حلو،
باشمهندس، انا سمعت حاجه قبل كده، واحد صاحبي كان بيقول حاجه اسمها سند قيد وقيود محاسبيه. اقول لك ده لو بنشتغل برنامج محاسبي فالموضوع هيكبر علينا شويه. طب نعمل ايه النهارده؟ عندنا هنضطر نعمل حاجه اسمها سند صرف، ان احنا بنصرف المبلغ ده او بنطلعه، بمعنى اصح بنعمل له استبعاد. فاحنا بنيجي نقول له سند صرف، يعتبر زي انا على سبيل المثال اديت الفلوس للعميل، بس انا فعليا ما اديتهاش له، بس عشان اصفر حساباته عندي فاضطر ان انا اعمل له حاجه اسمها استبعاد، فبعمل له سند صرف. ففي الحاله ديت هو هيعتبر ان هو زي اخد الفلوس، هو ما اخدهاش بس على السيستم ان هو يعتبر استبعدناها له، ففي الحاله دي حسابه يصفر. فاذا حساب الطالب ركز قوي، لان الموضوع ده موضوع كبير جدا، موضوع الحسابات ده. حساب الطالب ممكن يدخل عليه فاتوره، ممكن يدخل عليه سند قبض، ممكن يدخل عليه سند صرف. ففي الحاله دي انا ريحت دماغي وعملت حاجه اسمها طيب، ان انا اعمل النوع اللي داخل لي. طب دي دلوقتي ايه؟ انفس فاتوره. كلام جميل، حلو قوي. طبعا هناك كنا بناخد الجريد اي دي والكلاس روم والكلام ده كله، خلاص انا استبعدتها وقلت احنا كده كده الفاتوره بتاعتنا اللي فوق دي الديتيلز بتاعتها، تعالى ناخد الديتيلز وخلاص مره واحده الاي دي بتاعها وخلاص. اللي هياخد الاي دي هنا يعني اول ما دي تتكريت هياخد الديتيلز يحطها هنا وخلاص. طيب ايه كان يا باشمهندس؟ ده اللي احنا عدلناه اللي هو الطيب ده، الطيب اللي انا عدلته، وبعد كده ضفت الفاتوره الديتيلز بتاعها وضفنا الديت، وطبعا هنا الستودنت اي زي ما هو، وبعد كده الديبت المفروض المبلغ هيكون مدين برقم كذا، والداين هيكون اللي هو الكريدت زيرو، لان طبعا هو بيتعامل عليه رسوم فطبيعي ان هو يكون ايه مدين. حلو قوي، تعالى كده نعمل عمليه حفظ ونسمي الله ونشوف قال ممكن يحصل معانا اخطاء او اي شيء. طيب تمام، دلوقتي هو حافظ في الداتابيز والامور كلها تمام. تعال نشوف يا باشمهندس الوضع ايه او الدنيا ايه. اقول لك تعالى اول حاجه على الايه الفواتير، ادى الفاتوره بياخد الديتيلز بتاعتي وتمام زي الفل والامور كلها تمام، اخد الاي دي وي وي والكلام ده كله حلو. لو انا جيت روحت على الستودنت اكونتس حسابات الطلاب، لاحظ قال لي ان الطيب ده عباره عن فاتوره ودي الديتيلز بتاعه الفاتوره عشان لو في وقت من الاوقات انا احتجتها، وهنا عندي على سبيل المثال هنا الطالب الاي دي بتاعه، وده الديت الفاتوره اتكريتت امتى، وده الديبت يعني الراجل ده مدين ب 15 و2 يبقى 17000 جنيه، وده الديسكريبشن بتاعي. طيب حلو قوي لغايه الان تمام. باشمهندس في حاجه انا عايز اسالك عليها، انت ليه ما بتخليش ان ان الشخص اللي بيحط الفاتوره يحط هو التاريخ؟ اقول لك يعني دايما التواريخ الحاجات ديت ابعد عنها، او الحاجات الماليه حاول تكون دقيقه فيها. انا مش عايزه ان هو يعني مثلا جالي طالب النهارده يعمل له فاتوره بتاريخ امبارح، او يعمل له فاتوره بعد 3 ايام، او يعمل له فاتوره بعد 4 ايام كده. انا بعمل عمليه ممكن بسهل عمليه التلاعب في السيستم عندي على موضوع التواريخ، لان دايما موضوع التواريخ والمبالغ والكلام ده كله بيكون لها دور كبير جدا. فانا بخلي في الداتابيز هو يبدا ياخد التاريخ بتاع اليوم على طول. طبعا كمستخدم هو مش هياخد باله ان هو بياخد التاريخ بتاع الداتا بتاع الجهاز بتاعه. ما انت هتقول لي يا باشمهندس هو ممكن على سبيل المثال يغير التاريخ بتاعه، ففي الحاله ديت هيغير. مش كل الناس اللي بيشتغلوا على الجهاز ممكن يكونوا فاهمين الفكره دي. طيب لغايه الان احنا كده الامور كلها تمام وعملنا عمليه حفظ في الداتا بيس. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده يا باشمهندس؟ الخطوه اللي بعد كده ان احنا عايزين نعمل عمليه تعديل على الفاتوره ديت وعمليه حذف. وركز قوي في عمليه التعديل والحذف، باكدها لك المره الثانيه، عمليه التعديل والحذف على الفواتير مش بسهوله اللي انت متخيلها. يعني الشخص اللي هياخد البرميشن لازم يكون شخص يعني نقول اونر، نقول واحد يعني مثلا مدير المالي، مش عارف حد يعني مهم جدا. ودايما لما تيجي تشرح السيستم بتاعك قدام عميل ما تحاولش تبين له التعديلات على الفواتير سهلة والحذف سهل، لأن موضوع الفواتير ده بيكون مشكلة كبيرة جدا. طيب باشمهندس أنا عايز أمنع عملية التلاعب شوية، طب ما هو ممكن المدير المالي يكون راجل مثلا مش كويس وحذف فواتير وعمل فواتير وعدل على الأرقام والكلام ده كله. أقول لك مفيش أي مشكلة خالص، إن شاء الله في نهاية الكورس بتاعنا إحنا هنستخدم حاجة اسمها اللوج، يعني إن إحنا هنعمل باكج جميلة كده بقى نبدأ نعمل فيها اللوج. ده هيكون عند الأدمنستريتور أو هو صاحب المدرسة مثلا، يبقى عارف مين اللي ضاف فاتورة، مين اللي عدل على فاتورة، مين اللي حذف فاتوره، الكلام ده كله ديتيلز كامله عن الشخص. يعني انا دلوقتي كريت فاتوره، هيروح رايح في الداتابيز يقول له سمير جمال كريت فاتوره. طب انا عدلت على فاتوره، يروح رايح يقول له سمير جمال عدل على الفاتوره، القديمه كانت كذا والجديده كانت كذا، سمير جمال حذف الفاتوره الفلانيه. ففي الحاله دي يبقى انا عندي لوج للداتابيز بتاعتي، كده انا بضمن حق العميل بنسبه 100%.
وحتى كمان عشان لا قدر الله لو حصل لك مشكله بعدين في عمليه البرمجه او عايز تعمل ابديت على حاجه، تبقى انت عارف المشكله كانت فين، حد حذف حاجه من الداتا، الكلام ده كله، كل ده هنعرفه ان شاء الله قدام باذن الله. طيب دلوقتي انا عملت عمليه الفواتير، عايز ان انا ابدا اعدل على الفاتوره ديت. على سبيل المثال اضغط هنا اعدل على الفاتوره او احذف هنا الفاتوره. طيب اختصارا بس للوقت، انا جايب بس التعديلات بتاعتي، يعني جايب الفورمه عشان بس ايه نختصر الوقت. انا طبعا لان عشان بس نصمم الفورمه والكلام ده كله بياخد وقت، يعني مش عايز اقول لك ياخد وقت طويل، فاختصارا بس للكلام ده كله هناخد هنا ادا الديليت وده الايديت وده الاندكس اللي هو يعرض لي الفواتير. طيب هنا لغايه الان تمام، احنا شغالين على الاتش وشغالين هنا في هنا ليه انا مصمم ادخل الداتابيز. خلينا ندخل الريسورس، ندخل الفيو البي اتش اس، هندخل على الفواتير بتاعتنا ونقول له هنا اندكس اعمل لي ريبليس، غيرهم لي. حلو قوي، لغايه الان الامور كلها تمام. طيب باشمهندس انا هنا دلوقتي الفواتير بتاعتي بتيجي منين؟ انا عايز اجيبها برضو من حته تانية تبقى موجوده عندي، لو انا ضغطت على حاجه معينه تبقى موجوده عندي. طيب نعمل حاجه بسيطه قوي، نروح عاملين ايه برضو عشان تبقى الفواتير بتاعتنا موجوده، هنيجي على الريسورس على الفيو بيجز، هندخل على او اسف هندخل على اللي اوتس، هندخل على المين سايد بار. تمام تمام، عندي هنا الرسوم الدراسيه صح. هنا هنقول له مثلا تعالى مثلا نعمل حاجه نقول له الفواتير. كلام جميل، حلو قوي. الفواتير دي هتروح فين؟ تعالى نشوف. نغير بس الانجليش ونقوله هنا، احنا ممكن نختصر يعني على نفسنا نقول له حط لي الراوتس ده، بس طبعا هي مش هتشتغل على الفيس ديت، هي هتشتغل على ايه؟ الفيس انفويسز. نتاكد بس احنا كاتبينها ايه في الراوت. الراوت بتاعنا كنا كاتبينها في الفيس انفويسز. حلو قوي اهو هنا تمام، معلش كده. حلو قوي كده الفواتير بتاعتي المفروض لو انا جيت عملت ريفرش هنا هتظهر عندي من القائمة الجانبية. طبعا في عندي هنا بيقول لي ان في عندي خطأ، ممكن عندنا في السنجل كوتيشن. ايه المشكلة اللي عندي؟ خلينا ابص ان في عندي في السنجل كوتيشن في مشكلة. في 128 هنا، ايه المشكلة معانا؟ طب ما احنا كده مظبوط اهوت. اهو خلينا بس نكتب اي حاجة تشوف بس هيطلع غلط ولا لا، عايز بس اتأكد منين. حلو ما طلعش خطأ، يبقى احنا نعمل كده. خلينا ايه، دايما انا ما بثقش في موضوع الكوبي والبيست ده، احيانا بيكون عامل مشاكل الكوبي والبيست. حلو اقول له هنا الفيس انفويسز، تعالى هنا اقول له الدوت الاندكس. تمام تمام، تعالى نعمل ريفرش. تمام حلو قوي. انا لو جيت هنا على الحسابات هلاقي عندي هنا حاجه اسمها الفواتير، لو ضغطت عليها هتفتح لي نفس الصفحه اللي انا موجود عليها. تمام حلو قوي، لغايه الان الامور كلها تمام كده. ده الاندكس بتاعي، لو جيت رحت على الصفحه بتاعتي نشوف بقى الريبوستري بتاعنا الجميل اهو، هو بيروح على الاندكس والامور كلها تمام. وهنا قال لي الاسم، نوع الرسوم، المبلغ، الكلام ده كله. حلو قوي. الخطوه اللي بعد كده عايز لما اجي اضغط هنا على الايديت يوديني على صفحه التعديل. طيب عشان يوديني على صفحه التعديل انا واقف هنا في صفحه ايه، الاندكس. حلو قوي، لو انا جيت روحت على الاندكس اشوف ادا الريسورس، ادا الفيو، ادا البيجز، اقفل بقى كله المين سايد بار والكلام ده كله. ادا البيجز، ادا الاندكس. حلو قوي. الاندكس ده هيروح فين؟ ركز، هيروح على الفيس انفويسز دوت ايديت وهياخد معاه الاي دي. حلو قوي. طيب اذا دلوقتي لو انا رحت على الاب، رحت على الريبوستري على الفيس انفويسز، عندي هنا
اول حاجه المفروض هيدخل في الايديت، صح؟ طب حلو قوي، انا في الانترفيس ما عنديش ايديت. حلو قوي، زي الشاطر، خد ده كده كوبي وقول له هنا ايديت. حلو قوي. طبعا هنا هيقول لك ان في غلط عشان هو مش عامل له امبلمنت. حاضر، احنا اسفين. لو جينا هنا قلنا له نزل لي الايديت. حلو قوي، لغايه الان الامور كلها تمام. تعالى كده بس ناخد جزء الايديت كده على السريع عشان نشوف ايه اللي فيه. ادا الايديت، ايه اللي في الايديت يا باشمهندس؟ تعالى واحده، انا بروح على الفواتير وبقول له هتجيب لي فايند اور فيل بالاي دي. كلام جميل. وبقول له روح لي على الرسوم الدراسيه هوير لما يكون الكلاس روم اللي في الفاتوره يساوي الكلاس روم اللي جاي لي، وهاتهم لي جيت. وبعد ما تخلص الكلام ده كله ريتيرن، ارجع على البيج، ارجع على الفيس انفويسز دوت ايديت. حلو قوي. طيب ما انساش ان انا هنا طبعا كل الكلام ده انت حفظته وكان المفروض ان انا انجزه على طول، ومع ذلك انا بحب اشرحه لك تاني، لان في درس من الدروس انا لما جيت اشرح الجزئيه ديت لقيت ناس بتكلمني باشمهندس بلاش تشرح بسرعه لان احنا مش بنكون فاهمين، فبضطر ان انا اعمل الحاجات دي مره واثنين وثلاثه مراعاه للناس اللي عايزه تفهم اكتر يعني. طيب بقول له زيس، وبقول له انا شغال على الفيس انفويسز. كلام جميل. سالني انت عايز ايه، قلت له انا عايز الايديت، وما انساش ان انا احط له الباراميتر بتاعي الاي دي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نعمل هنا ريفرش، نقول ايديت. المفروض يرجع لي دلوقتي على صفحه اسمها تعديل رسوم دراسيه. حلو قوي. الصفحه ديت عدى لها، جاب لي اسم الطالب وجاب لي رسومه الدراسيه وجاب لي النوع بتاعه لو انا عايز اعدل عليه، مثلا ده مثلا باص اغيره من باص لكذا، او اغير التعديلات بتاعته، والامور كلها تمام. حلو قوي. تعال بقى نشوف صفحه الايديت فين. قفل كده، نروح هنا على ادا الريسورس، ادا الفيو، ادا البيجز. عندي في الفيو انفويسز عندي صفحه الايديت، ادا صفحه الايديت فيها المبلغ. طبعا دي الحاجات الكويري اللي انا رجعت بيها، وطبعا رجعت ما انساش ان انا عندي في علاقات الطالب، جبت العلاقات البيلونجز تو. انت خلاص بقيت راجل محترف في الكلام ده كله وبقيت فاهم الجزئيات دي كلها. طيب الصفحه ديت بعد ما اعمل ايديت هنا واعمل تاكيد هتروح فين؟ هتروح على الفيس انفويسز دوت ابديت. حلو قوي. اذا دلوقتي انا عندي هنا باشمهندس لازم يكون عندي اول حاجه هنا، تعالى ننده على الابديت مره واحده واحنا في الكنترولر عشان ما نقعدش كل شويه نتعب نفسنا. اهو قلت له زيس، سالني قلت له فيس انفويسز. كلام جميل. قلت له ابديت، طبعا ابديت مش موجود. هنعمل كده الجزئيه دي بس، نقول له الاي دي، وانا طبعا هنا الابديت ده مش موجود. خد بالك، ركز قوي، حتى هنا لاحظ ان هو بيقول لك ان الميثود ده نوت فاوند، هو مش عارفه ليه، لان انا اصلا هنا في الانترفيس بتاعي انا مش ضايف حاجه اسمها ابديت. حلو قوي، الله ينور عليك. يبقى اذا دلوقتي انا هاخد الستور ده وهقول له هنا ابديت، وما انساش هنا في الكنترولر ان انا في الابديت بشتغل بالريكوست مش بشتغل بالاي دي، لان انا ببعت الريكوست هيدن. في بعض الناس بتبعت الريكوست فوق في اليو ار ال، عادي على حسب ما انت عايز، براحتك، عادي خالص، مفيش فيها اي مشكله. تمام تمام، انا هنا كده تمام. المفروض دلوقتي لو رحت على الريبوزيتوري بتاعي اتاكد بس انا اخر حاجه واقف فين، ده اخر الستور. كلام جميل. لو قلت له بابليك جيب لي الابديت عشان يجيبه لي. حلو قوي. ده فايدة يا جماعة، شوفوا بقى فايدة الديزاين باترن وسهولة وحلاوة الديزاين باترن. يا جماعة قلت لكم مليون مرة اشتغلوا بالديزاين باترن ده، حاجة مهمة جدا لأن بتفرق كتير معاك قوي لما بتشتغل في أي مكان أو الكلام ده كله، بيفرق معاك عملية الأبديت والديليت والكلام ده كله، وبيبقى عملية سهولة مش عايز أقول لك يعني. طيب إيه اللي هيكون في الأبديت؟ هو هو اخو الكرييت، بس هنا انا بدل ما بقول له نيو بقول له هنا فايند اور فيل، روح لي هات لي الاي دي، هات لي البيانات بتاعتي. طيب انا هنا لما جيت اعدل على الرسوم عدلت على ايه؟ انا مش هعدل على اسم الطالب، ما انا كده كده اوريدي مش هعدل على اسم الطالب. اما انا هعدل على ايه؟ هعدل مثلا على المبلغ، نوع الرسوم، لو في مثلا الديسكريبشن عايز اعدل عليه. فانا قلت له هنا انا هعدل يا اما على نوع الرسوم، يا اما على المبلغ، يا اما على الديسكريبشن، بس دولت اللي انا محتاج اعدل فيهم. طيب لما رحت على الطالب، هو انا المفروض هنا لو انا جيت عدلت هنا، ركز، انا عندي هنا 15000 وفي الطالب متسجله كام؟
متسجل عليه 15000. ما انا لو جيت عدلت الفواتير لازم طبيعي ايه اللي يحصل؟ يعدل في الطالب. حلو، الله ينور عليك. فانا قلت له روح على جدول الطلاب هوير، لما يكون الفاتوره الفيس الاي دي بتاعتي بتساوي الفاتوره اللي الاي دي اللي جاي لي، لما انا ضغطت عليه عشان اعدل فيرست هاتهولي. قال لي كلام جميل. قلت له الديبت هيساوي الاماونت والكريدت هيساوي صفر زي ما هو، وممكن ان انا كمان ما اعدلش على الكريدت اهو، ممكن اشيل الكريت لان انا كده كده مش هعدل عليه، كمان مش هتفرق عندي. انا كل اللي هعدل عليه هعدل على المبلغ او اعدل على الديسكريبشن بس، ده في جدول الطلاب. حلو قوي. وطبعا بما اني بشتغل على جدولين على طول، دايما عود نفسك كده البيك ترانزاكشن تبقى شغاله معاك، عشان لا قدر الله لو حصل عندي مشكله في التعديل الاولاني يعمل رول باك على طول وما يعدلش في التعديل الثاني. وما تنساش دايما ان انا اشتغل بالتراي والكاتش لانها مهمه جدا في عمليه الشغل. لغايه الان كده الامور تمام. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى كده نعدل على الرسوم الدراسيه دي، نخليها مثلا 13000. تمام. وهنا نقول له مثلا قيمه رسوم دراسيه ونقول كلمه تعديل بس نشوف هل هو فعلا هيعدل في الديسكريبشن ده ولا لا، ونضغط تاكيد. نقول بسم الله. قال لي تم تعديل البيانات بنجاح. اول حاجه عدل لي ال 13000 وكتب لي هنا في البيان تعديل. حلو قوي. المفروض دلوقتي فعليا ايه اللي حصل؟ ال 15 دي اتعدلت في الفواتير اهي، ال 15 بقت 13. حلو، ده احنا فين؟ في الفيس انفويسز. كلام جميل. طب باشمهندس لو رحنا حساب الطالب لازم تكون اتعدلت؟ اه ده طبيعي اهو، لازم اتعدلت في حساب الطالب عشان بعدين اصلا الطالب ده في وقت من الاوقات هعمل عليه سند قبض، استلمت منه مبلغ، هو هنا مدين، بعد كده الكريدت هيبقى داين، اقول له الصم هات لي مجموع المدين وهات لي مجموع الدين، واقول له مجموع المدين ناقص مجموع الدين يديني الرصيد، ده لسه فيلم هند هنشتغل فيه قدام. تمام. احنا بنشتغل، انا بشتغل واحده واحده معاك، ومش عايزك تستعجل في عمليه الحسابات لان عمليه الحسابات دقيقه جدا، وكل حركه لازم تكون مدروسه، طالعه بتروح فين وبترمي على حسابات ايه، لان ما ينفعش البرنامج بتاعك يالف في وقت من الاوقات في الارقام والحسابات. وفي نفس الوقت انا برضو ما عنديش اي مشكله في موضوع الاقتراحات، ابعت لي على الصفحه وابعت لي على الفيسبوك او صفحه اليوتيوب لو في اي حاجه عندي عمليه تطوير في موضوع الحسابات، الاخوه المحاسبين اللي بيتابعوا معايا لو في حاجه نقدر نطورها او في حاجه مش مظبوطه اقدر راجع لي ونرجع، وما فيش اي مشكله. انا في الاول وفي الاخر يهمني استفاده الشخص اللي هيسمعني، ان هو مش يسمع كلامي وخلاص، لا احنا عايزين نشتغل الشغل الصح. طيب هنا دلوقتي الامور كلها تمام والدنيا زي الفل، وهنا عدل. طيب الخطوه اللي بعد كده ايه يا باشمهندس؟ الخطوه اللي بعد كده انا عايز اعمل عمليه ديليت على فاتوره من وقت من الوقت. الراجل ده على سبيل المثال انا كريت له باص صح، واكتشفت ان الراجل ده ما بيركبش باص، او بالخطا كريت له باص دلوقتي وبعدها ب 10 دقايق ولا حاجه رجع لي قال لا والله معلش انا مش هركب باص تاني خلاص. ففي الحاله دي عايز اعمل عمليه حذف على الباص. حلو قوي لغايه الان تمام جميل. تعالى كده نروح على نشيل الاندكس دي خالص ونروح على الريسورس، نروح على الفيو، نروح على البيجز، نروح على الفيس انفويسز في الاندكس. حلو قوي. ادا الفاتوره هنا، ده الصفحه اللي انا فيها ديت. انا عايز لما اجي اضغط هنا تنزل المدوله ديت تقول له حذف فاتوره، هل انت متاكد من الحذف او لا. حلو. نزلت ازاي ده يا باشمهندس؟ انا عملت مدوله عاديه خالص وسميتها ديليت انفوس. كلام جميل. وخدت معايا الاي دي، وبعد كده رحت عامل انكلود، قلت له البيجز الفيس انفويسز، في عندي مدوله اسمها ديليت اهي اللي احنا نقلناها دي، الديليت اهي دي. طبعا انت خلاص يعني اشتغلت على الحته دي اكتر من مره وفاهم الدنيا، دخلت الاي دي معايا وبعد كده خدت الاي دي هيدن عشان لما اروح على الدستروي. هنا دلوقتي انا بقول له فيس روح على الدستروي. حلو قوي كلام جميل. تعالى كده نروح على ما انساش ان انا هنا عندي اعمل ده بس كده، خليني اخد الكل ده واقول له هنا ديستروي. خليك سريع. طيب بالنسبه لموضوع الكوبي والبيست يا جماعه برضه عايز اوضح لك جزئيه معينه لازم تكون واخد بالك، عود نفسك انت كشخص لما تيجي تشتغل ما تشتغلش الكوبي وبيست زي ما انا شغال، لان انا كوبي وبيست عشان بس الوقت والكلام فبحاول انجز، لكن انت دايما عود نفسك كتابيا بيكون افضل، لان الكوبي وبيست احيانا بيوديك في داهيه، ممكن تاخد كوبي وبيست من مكان وما تعرفش ايه هو المكان وتهت وتقعد تلف حوالين نفسك، كان اريح ليك ان انت كتبتهم. تمام. طيب انا هنا عندي ديستروي هند عليها، ما انساش ان انا اند عليها فين؟ في الريبوستر بتاعي. الله ينور عليك. هقول له هنا انده لي على الدستروي بتاعي. طيب ايه اللي هيكون في جدول الدستروي؟ دايما عودتك في وقت من الاوقات قلت لك اسهل حاجه في حياتك في البرمجه هي عمليه الحذف، اسهل حاجه في الدنيا. طبعا الهدم ده اسهل حاجه، ان انا عايز دلوقتي احذف، انا كل اللي عليا قلت له روح على الفاتوره الدستروي
ومعايا الاي دي اللي جالي من هنا، انا مش في عندي اي دي هيدن، روح عليه نفذ لي الجزئيه دي، وبعد ما تنفذ لي ارجع لي برساله باك، ولو في اي مشكله تراي وكاتش. طيب باشمهندس سؤال، نعم، انا دلوقتي حذفت الفاتوره هيحذفها من جدول الفواتير صح؟ طيب ليه هنا ما حذفتش من جدول الطلاب؟ يعني ليه هنا انت دلوقتي انا عندي حسابات الطلاب، هو هيحذف هنا من جدول الفواتير، حلو كلام جميل. طب انا عايزه يحذف كمان من جدول الطلاب، اقول لك ما هي فايده الريليشن شيب اللي انت عاملها ايه اللي هي دي. ركز، انت لما كنت هنا في جدول الطلاب الستودنت، ركز قوي، انا عامل ايه الفاتوره اهوت الاي دي، ركز قوي شوف، انا بقول له روح على الفواتير صح، اون كاسكيت اون ديليت كاسكيتد، يعني ايه؟ يعني الاب ده لو اتمسح في اي حته وهو مرتبط باي جداول ثانيه دايركت على طول هيطير، يعني كده تمام. كده تمام. طيب ما انساش ان انا هنا اروح في الكنترولر نادي على الدستروي، طبعا انا بستخدم الريكوست، وقبل كده برضو قلت لك ان موضوع الريكوست والاي دي عادي براحتك، عادي خالص، كل اللي عليا هقول له ريتيرن ذس، سالني ذس ايه، قلت له عندي الفيس انفويسز. طبعا يعني انا عايز اقول لك ان الموضوع من كتر الممارسه انت خلاص هتوصل لمرحله الاحتراف، انت خلاص بالنسبه لك بقى الديزاين باترن ده بقى لعبه بالنسبه لك، هوبا انا بعمل الديزاين باترن، بعمل الروبوستر، وبعد كده انت عليهم، فهتبقى بالنسبه لك العمليه سهله. تخيل ده شكل الكنترولر بتاعك، عكس ما يكون انت كل الاكواد اللي انت كتبتها، يعني تخيل ده كل الروبوستري ده لو في كنترولر، تفتكر كده شكل الكنترولر احلى ولا بالشكل ده؟ معلش اسف، ولا بالشكل ده؟ شوف الفرق كبير جدا ازاي. طيب تعال نجرب الكود بتاعنا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، تعال هنا نعمل ريفريش، ونقول دلوقتي الطالب احمد ابراهيم ده، الراجل ده مش هيركب باص، ونعمل عمليه ديليت، سمي الله بسم الله، قال لي تم حذف البيانات بنجاح، حلو قوي. اذا لو انا رحت على الفيس انفويسز المفروض يكون مسح الايه ال 2000، لان خلاص الراجل ما بقاش عليه الباص كده، المتبقى عليه كام؟ ال 13000 لغايه الان، كلام جميل. طب لو رحت يا باشمهندس على الستودنتس بتاع الطالب، ركز، مسح من الطالب، الطالب بقى مدين بال 13 ومسح الباص لان خلاص الراجل ما بقاش موجود. وطبعا بكرر المره الثالثه، موضوع الحذف والتعديل موضوع حساس جدا، يعني مش اي حد ياخد البرميشن ان هو يعدل على فاتوره او يحذف فاتوره او يحذف سند قبض او يعدل على سند قبض، لان دي مبالغ ماليه، فما ينفعش ان اي حد يعدل على الحاجات دي ويكون فيه سهوله في الكلام ده. زي احنا قلنا بقى ان شاء الله في نهايه الكورس بتاعنا هيكون عندنا اللوج هيبين لنا كل حد بيعمل ايه على السيستم. اتمنى يا رب يكون الدرس عجبكم، ما تنساش تعمل لي لايك على الفيديو، ولاول مره تسمعني ما تنساش تشترك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.